fora. ده شيك بثلاثة مليون جنيه تصرفه بقى وتعيش حياتك وتنسى اللي فات يا رضوان. انا بصراحة شايف انك تنسى بمزاجك احسن ما تنسى غصب عنك. واخد ثلاثة مليون، مليون ونص ورثك ومليون ونص تانية تحية مننا ليك. تحية. خلاص بقى يا فندم، خلاص هطمنك. يلا سلام. بيرغت ابن اللتاتة ده ايه يا ياسر؟ قرف ده. شوفوا الناس سند والطيبة كانت مالية اهو ده اللي قالوا عليه اسد بس الطيبة رقمة وادي الاسد عن طبع داس وعقابه خطة مدى بركان غضب هد القلوب شريف في قلبه سنين ناجح جمال مسحور كسول طايح زقيف ومخيف خدهم غرور الشر نسيوا حكمة ليا سنين شر الحليم لو يوم يسن الزيت قالوا الضباع حكموا وخلصت زادوا في الطويان كانهم ذكائهم ما الأسد محبوس ورا القطبان وادي الأسد خارج بينهش كل طبع جبان في الدنيا راهن على الأسد تلقى الرهن كسبان بركان غضب هدي القلوب شايل في قلبه سنين راجع جمال مسحور كزول طايح زئير ومخيف خدهم غرور الشر نسيوا حكمة ليا سنين اتقي شر الحليم لو يوم يسن السيف في الدنيا راجل على الأسد تلقى الرمان كسبان أنا رضوان البرنس ابن حامد مصطفى سمكرة الله يرحمه عشت عمري كله وسطكم عمري ما مدت ايدي على حد عمري ما افتريت على حد ودول اخواتي اللي قتلوا مراتي وابني اللي افتروا عليا واتبلوا عليا ورموني في السجن حتى بنتي رموها في الشارع جايين لي النهارده بثلاثة مليون جنيه بيقولوا لي تحية مننا ليك
ودي تحية مني ليكم. حلاوة خروجي بالسلامة من السجن. ربنا مطول في عمركم بس لحد ما مريم ابوها يلاقيها. الاقيها انتوا اموات. تقدروا تغوروا.